فقرتنا التالية سلكي وآمنة. من غرفة التحكم المروري بينضم لنا المؤهل الأول جهاد أبو زكي ليخبرنا عن حال الطرقات والأرقام اللي تسجلت عندهم من محاضر وحوادث السير. صباح الخير. صباح الخير. يعطيكم ألف عافية، تفضل. الله يعافيك. بالنسبة لأحوال الطرق بدي أشير بهالأثناء كل الطرقات سلكة دون أي عوائق. مداخل بيروت الثلاثة بدأت عم تشهد بهالأثناء حركة كثيفة للسير، المدخل الشمالي من جوني باتجاه بيروت، المدخل الشرقي حركة ناشطة وتحديدا عبية باتجاه الجمهور، والمدخل الجنوبي جسر خلدي باتجاه الانفاق بالاثناء في توقف وحركه كثيفه، الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي حركه ناشطه، ضمن بيروت الاداريه بعدها بالاثناء حركه ناشطه دون اي عوائق. الطرقات الجبليه اللي مقطوعه هي عينات الالف بعدها مقطوعه بسبب تراكم الثلوج وعيون السمان حدث بعلبك. اما بالنسبه لاحصاءات حوادث السير خلال فتره 24 ساعه واللي نتج عنه الاضرار جسدية، مجموع الحوادث 10، نتج عنهم 17 جريح، نتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات السرعة زادة 816 مخالفة ضبطوا خلال فترة 24 ساعة الماضية أيضا. هذا كل شيء. شكرا لك المؤهل الأول جاد أبو زكي من غرفة التحكم المروري. خلينا نشير هون إلى أنه إحصاءات هذا الشهر لغاية مبارح مع الأسف 16 ضحية بحوادث السير، 223 جريح و178 حادث، رقم كثير مرتفع جدا. يعني بنتمنى أنه يصير أقل.